شاهدتم في الحلقة الفائتة كل نفس كيك ذا السيد اللي بيع لكريم دار هذيك العسل زعما تاع التراكة تاع الكورني ما يطيحش وصح ما طاحش عبدو حبي عندها وشفتوا باللي مرهب باللي هرب يجري ودرت لكم بلاكة تاع مفقود ودعوة الشر اللي لقاه نوميديا تبحر لها الكلب تاعها ولقاتو واحدة الطفلة ايا كي لقاتو نوميديا عطات لها ايفون 14 برو ماكس خوتي انا من هذا المنبر اللي ما يلقاش عبدو انا نعطي لك ايفون 14 برو ماكس واللي يلقاه هو يعطيني المهم نكمل لكم حكاية نتلاقاو مورجين هذيك يا حمدة وين مديها هذي والله غدلك يا حمد يا عمد كيما شتو كيما كنت حكيت لكم كي تبحر لي عبدو في سكيك دو ما لقيتوش على بالي دا بياكل ولا يشرب ولا وباينه بلي ما حاش نولي للدار وحدي ونخلي صاحبي في سكيك دو مبحر شو هذه سحابه ايا كيما قلت لكم قلت لازم يولي معايا عبدو للدار ولا ما نوليش ركبت كارو جيت مولي للدار هنايا ما لقيتش كار ديريكت لبليده ايا قالوا لي ثم لازم تركب قسنطينه وما تقلب من ثم وكيما كان الحال ركبت الكار تاع قسنطينه وجيت مدين ماري لو كان بكري كانوا يديروا لي فلوك يكون بتليفون حطبة يديروا هذه الموسيقى في الطريق تاع الفلوق المهم بعد رحلة شاقة شوية بزاف وصلت لقسنطينة زدت ركبت ترام وركبت لاجونس ديريكت وصلت غير وصلت في بلا تليفون بحثوا لي ميساج في الفيسبوك الاخضر دخلت لقيتوه شبه تابعت لي لا لا قولوا لي بلي مانيش نشوف حنبدا نزغرت كيما امزيكي هذيك في باب الحاره اوه يا خوتي شتو بعت لي تصويره عبدو قاعد في طريطوار في ميلا ويطلب ركبت ديريكت الميلا اليوم يا انا يا ميلا يا هو وقال ماكش منها هبط في شوارع وازقه ميلا وقعدت ندور نحوس عليه ان شاء الله يا ربي تكون ماشي صح ان شاء الله ما تكونش صح ان شاء الله الله اكبر واحد ثم لم يكن في الحسبان ولا غرى ويطلب صاحبي واش كدير انا؟ واش عارف بلي انا هنايا؟ انا نطلب صهاي شوف شنو فيقيت؟ شوف شنو لي حوايج واحد داني يدوش لي وشنو لي حوايج؟ نطلب صهاي زعما كيما هذوك تاع تيك توك عليهم اخر مني هذوك اللي يديروا لي لايف يفرغوا الزيت فوق رواحتيهم هكا خير بابا كنت تهضر معايا؟ جا واحد قال لي تالي دير لي فيديو في تيك توك قلت له لا لا وقال لي شبه لي وما عطاني 5000 صهاي صهاي واحد عطاني 10000 شوف صهاي خلاص سامحتني شنايا الحمد لله لا تجيب لا تجيب صاب ما فيقيت شوية صاب ولا غير نشي لك زوج خبزات صاب ولا غير نعاود نجيب لك كريم نديره لك في وجهك صاب ولا غير نعاود نهرب لك شويه يا زيد خلصت ليا وجهك صافا ولا كريم خافوا وبدينا نمشيو في ميلا الى وجهه مجهوله مع لبنا جرانا راهين عبدو يرحم بابك في وصلت لهنا الله ما على بالي ميلا هذه لا اش من فيلا لقيت واحد الكار مكتوبه فيه لا ركبت شحال تاعي كم سلام بس مش انت اللي تسكن في البيت ولا عندك شي حاجه ماشي انا عندك انا عرفتني خويا عرفتك خويا نديرو تبزنيسه انت من بعد عندك اليوم انا صاحبي ونمشي نروحو لسرقش عندي طلع صح العين والله صافي نروحو غرفه جات بنادم ولا غير تجي صاحب كيفاه ما عندك خويا دا صاحبي يطلب ثاني كيما شتو عبدو بوجهه القصد رينوفيك لنا الدار وين نباتو انا قلت لكم وجهه مخدوم بالديشي تاع الختانة لا علينا وجينا طالعين مع السيد باش نباتو معاه في دارهم مرحبا بك خويا مرحبا بك الله يحفظك المهم غير وصلنا زاد شويه بزاف وطاح الليل شوفوا السيد واش عنده بريزه بلوتوت بعد يوم شاق عبدو هو يطلب رقدنا ونضنا ديريكت خدمه من ذاك الصباح صافي كيفاش تاع الجي هذا واش درت شوف تجي كيبقى شوية رميت القرعة هذا باش ما يفيقوا ليش المهم صلينا وخرجنا وجينا رايحين نضربوا دورة في ميلا وندوكم معانا صاحبي واش نديرو دوكا؟ واش ندير؟ انت جبنا للميلا اوه نبقاو ندورو؟ صاحبي حنا لا نبقاو ندورو شراهي واد كيفك ابويا بوقت غالب خطرة جاري دعات فيه وحدة جارتنا قلت له شباب ما بتجري وقت ما بتروح
وانسطرنا يا ربي سبتك كرسي يغزر فيا ويضحك. المهم درنا شوية في ميلا وقالونا كان ميلا القديمة ملتحت فيها شوية آثار وتقاليد وهذوك سوالح. هاي هبطنا نضربوا دورة ثم شو هنا الكوردون مفتاح شو عاود تربطهم. صاب عجبتني جديد آخر. صاب أخي قال لك القديمة كرهه وجديد ما تضر بيه. هنا في ميلا انا مكنتش على بالي بها. ميلا القديمه فيها اثار رومانيه تاع بكري كيما في التيمقاط. بو هذه الغريبيه الرومانيه تاع بكري كانت كاينه. انيفرسير ابيتات. هنايا لقينا كانت مكتوب جامع قديم وهم يعاودوا يرموا فيه. حنعطيكم واحد المعلومه عليه قسما عظما بصح لازم قاعد تعطولي الفرق ولا والله ما نقول ما عندك. هذا الجامع بناه بكري واحد واسمه ابو المهاجر دينار يعيطوا له ابو دينار ويقولوا بلي هذا اول جامع تبنى في الجزائر وتقدروا تحوسوا عليه في جوجل. ودوك عطوني الفرق لي ما مدليش الفرق ان شاء الله تنطلو حبه في نيفو. ودوك نفهمكم في هذا التمثال واش معناتها. هذا اللي راهو على الدروات خو هذا خوه الكبير وهذه اللي راهي الفوق مانهم مسكينه ما تمشيش واسمها فتحيه. اي بحثت هذا وهذا باش يشرو لها هذه العكازه وهذه قرعه غازوس حطوها تبرد. اي كشروا لها العكازه وجاو جايين في الطريق سمعوا بلي مانهم ماتت على بيها خدموا لهم هذا التمثال. ولما امنيش راح يحوس في جوجل صح نروح للتمثال اللي مورا. هذه قدره تاع بكري هذه بكري كان عندهم واحد مهبول في العصر الروماني عطاو له حجره وبدا يخلط ما عنده حتى معنى. صح دوك نزيد نفهمكم هذه الحجره واش راهم ناحتين فيها. هذو ثلاثه اصحاب كانوا كيف كانوا في البحر. ها واذا ما امنتونيش هاي لا غلاسيير. ايا وقراو العواد تاعهم برا وما حبوش يخلصوا باركينج قالوا له البحر تاع ربي ماشي تاعك. ومن بعد هذا اللي في الوسط قال لهم انا قطعت فضه ما نحطهاش مو الباركينج. قال لهم ما تسمى هكذا تحبوا العنف. راح جاب الكلاب وجاي يجري موراهم رجعها مدمومات راح شكاو به. قال لك الى يومنا هذا مازال ما فتحوش الدوسي تاعهم. هذا كتاب تاع فرونسي تاع السيام تاع بكري من بدات هذيك العفسه زعما كيكون يقرا صاحبك. ومن بعد ميسيو يقول له احبس يقول لك تكمل حجره ليزا سما باش بلي القرمو داني يغرسوا هينوض عمل يخدموه سو هيك غرسوا الحلبة ينطق الموت. هذه طوالة أونجلس تاع العهد الروماني هذه لابي نوار. سايب هذا الما فيه البركة اشرب منه تشوف. وما زلنا نتجول ونكتشف ميلا القديمة. عبدو شو ندخلو؟ قول لهم حنا نحن نخدم بلوكا صنم. صنم تاعي؟ ايه انت تخدم توقف قول لهم شو حتحسبوا لي شو حتخلصوني. بيتو ديروا انا حبيت نولي صنم. انا شحال نخرج؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بداو يجسوا يا خويا. جيتوا على جالي اختي. جيتوا على جالي. خويا خلصني. برشاك ولا كي جالي؟ لا دراهم سو بلاص انا ماش نكتب خويا ماش نعمر شيء. خلصوني 8000 صاحب قالوا لي ما طولتش بزاف. بصح في الليل راني جاي نخدم بيرمانونس صاحبي. صاحبي شو لقيت كالكالاتري تاع بكري؟ انا حبيت هكا شغل هادي وهنايا مازلنا ندورو ثم في ميلا القديمه والله ما على بالنا ورانا رايحين مسكورو لي تاع العصر الروماني. صاحب قولي هنا واش كانوا يديروا نشوفك كذا تاع الشاطر. كانوا يفتلوا البركوكس هنا صاحب طعموا البركوكس هنا كانوا يفتلوهم الداخل. فريناها مع ميلا القديمة وما صورنا لكمش كلش باسكو لو كان درنا فيديو وصل 80 دقيقة وما يكفيش. او كارولين بو هذه كارولين على بالي بلي كاع عرفتوها وهذه اللي راهي رايحة بالعرض دكتورة في الحياة. وبينما نحن نتمشى لقينا هذا عين البلد بلد ولا بل المهم هكذا اسمها هكذا مازال ما حفظتوش. قالوا لنا هذا عنصر وما طبيعي وتقدر تشرب منه نورمال. باش نغسل وجهي قلت له عبدو شد لي تنواظر شو الطبسي هذا واش دار. صاب نرمو دراهم زعما كيما هذوك يرمو دراهم ويتمناو. بصح انا ما نرميش دراهم صاحب عندي قفله. صاب نرميها باش زعما تزيد عندي طفله. باش نسميها. خوتي ما فقتوش باللي ملي نوضنا عفسه مازال ما كليناها. لقينا هذا مقهى شباب وجينا داخلين شو تقول بريمير؟ عبدو راح ليه باش يشري السيد قال له عندي غلقها ويبقاو لي. قلت له عبدو بلا ما نخسروا الفطور تاعنا راح جيب لنا قهوه كحله باش نفطنوا. وعبدو جاب لي قهوه حليب. المهم استقهوينا شويه مو القهوه هذا طاني قهوه بالماء قال لنا بالسيف هذه قهوه حليب. هو يحلف وعبدو يحلف. ارى وحده ارى اوب صايب اليوم ندير ديكا صايب صابني مرخص. خوتي طفح الكيل شحال من خطره نقول لكم عبدو راه ولا البيع واحد ما حاب يشري. يا اخي البيع تاع الانترنت هكا مواسي رحت شريت بلاكا افوندر وزيد يا اخي عبدو يشبه الاتوز وبسم الله رحت باش نلصق له بلاكا في ظهره باش نبيعه. خوتي اذا بحتو نعطيكم حقكم. دو
وصايب وحشني صايب. اه يا عبدو صح صايب. برج ايفل تعميله شو هذا سيدي بيع في الجبه بخمسين الف عبدو؟ عموش حال خمسة الف الجبه؟ ها؟ سكت بخمسة الاف انا دبر راسك تحت الكلمه عمو. وكان تحكمني واحد قال لي خويا وسومك تفهم السؤال؟ الو الو يا زلمه مسخر بيك. خزرت فيه هايدا صايب شنفت خاف واقع درت له هايدا. مزيش دي راقدة تخوف الناس صايب وكش يقولوا لهم بلا يغلى هنا استعلمت بس واحد اخرى صرت ياقا صايب نقول له خلصني صايب لقيتهم محيا الموه كوكو هذا قلت له اعطيني انا ندي نرميه بالعاني صايب شروح نبيعوش من الجاية في بومار صايب خاسر صايب كوكو خاسر يقتل صايب واقع الكوكو يخسر يولي لوز. هنا يا ريحنا شوية كنا نسيناو في الطاكسي. عليه سقسوني سقسي ما تسمى متسقسونيش صايب نعاود نديرها باك يعطونا شي دراهم ديرها نبكي صايب. ايه المهم لحق الطاكسي كلونديستان ودور كنقول لكم رانا رايحين رانا رايحين لسد بني هارون اللي جاي في ميلا اكبر سد في الجزائر وثاني اكبر سد في افريقيا كومبلي صحة الجزائر. كلونديستان عرفنا صايب حنا تاع التيك توك ياك صايب هما خويا حتخلص علينا ولا بطل صايب انا نعوم نروح نجيب شورت ونجي عبدو غير سمع بلي سد بني هارون يقدروا يعوموا فيه نورمال راح يجري يشري شورت. قولي ولا غير عمت صايب ليش شورت غاليين شريت صاشي نلبس هذه وخلاص ما جبتوش حمار عندوش لي كولر خلاص ولا سبقتي ناموسه فيني فين نفسها سبق انك تروح لراسي صاب راسي وياكل صاب كيف ريطك ساع الراس وهنا يوصلنا لسد بني هارون. صاب غرت من البرميدة تاعي نعطيها لك تعوم بيها عبدو. قلت له الله يهديك عبدو تعوم بصاشي. قال لي والله غير عمت ولا غير لبسه وتخليه يعوم عنده كتاب لا مبالاة صغير في راسه. صايب حلو صايب نديرو تصويرة خويا هاك صورنا هاك. قال لي نديرو تصورة تذكارية قال لي نديرها في الكادر ونعلقها في الصالو وما حاش يصير ليها في بالكم زعما حيرميني ولا امبوسيبل. وليكيب هنا خلاص الفيديو تاعنا والمغامرة تاعنا اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله نكونوا خفاف عليكم عندك معارك وروحوا ديرونا ابينو في لاباج انستغرام صايب وانا عبدو زينو نفتلقى برومي كومونتير ايام